تعودنا مثل هالنهار خميس الأسرار نحتفل بأهم حدث بده يشكل انطلاقة، هو حدث مؤسس، يوم مؤسس للكنيسة، لكل جماعة المؤمنين بهالعالم اليوم. هلا أكيد شفتوا الطريقة التمثيلية المسرحية، حاولنا تكون قد ما بنقدر مصلية، وهي فعلا مصلية ومؤثرة ليلي بيكون غسلنا أرجلهم بشهيدة، وليلي بيكون هو كمان عم بيكون بهالدور مثل ما عمل يسوع. ولقلك مش دايما بنحضر هيك حدث. أول شيء ليش هالعادة عادة غسل الأرجل؟ من وين تجي؟ وهيدا أمر قديم جدا في الحضارات القديمة، خاصة ببلادنا المشرقية، ببلاد فيها شمس كتير، فيها غبرة كتير، جرت العادة لما واحد بيكون معزوم لعند حدا قبل ما يبشروا بالأكل بتتم عملية الاستقبال حتى ندخل على مائدة الطعام نضل بعد مسيرات كثيرة مشي بوسائل نقل. ذاك الزمان كان الإنسان يجي معفش كله سوا، بقى كان يتم بغض النظر عما قام به يسوع بالحضارات الموجودة كانت بهذاك الوقت عند رب البيت، رب العائلة المستقبل كان يكون أو هو أو الخدم اللي عنده إنه يقوموا بغسل أرجل الماشي كتير هيك الأسيد لكتير بيريح الناس اللي بدهم يقعدوا فترة مع رب البيت. بس الحدث الفارق بالمشي اللي حضرناه اليوم هو يسوع عمل حاله بالخادم حتى يغسل أرجل الدم. هيدي أول لفتة. هلأ كعادات بكنايسنا قبل ما نرجع للمدى الروحي كان يتم غسل كل أرجل الناس اللي حاضرين، وما كان فيها كنيسة مش هالقد كبير، كان الكاهن والناس بين بعض يغسلوا أرجل بعض مثل ما سمعنا في قراءة الإنجيل أنه اسمحنا فسحنا مجال نحن نغسل أرجل بعضنا البعض. وهيك كانت هالعلامة، علامة أنه عم نعيش الخدمة إلى أقصى حدودها تشبها بيسوع المسيح مثل ما ذكر الإنجيل هو قدوته، عم نقتدي فيه. والعملية التربوية الدينية بتتم بالاقتداء بيسوع. فإذا أول لفتة ننتبه لها هي الخدمة، خميس الأسرار يوم الخدمة بامتياز اللي بدأت تتأسس عليها الكنيسة. الموضوع الثاني يلي بعد ما تتم هالخدمة بده يصير في تأسيس للقداس للإفخارستي يلي هي الشكران، إفخارستو باليوناني معناتها شكران. فإذا هالشكر يلي كل مرة بنقدس نحن بنرفع ذبيحة شكر لله، وهذا التأسيس بده يحصل بعد ما بتتم عملية الخدمة. وبقول يسوع اصنعوا هذا لذكر، إذا سمعنا الرسالة كمان اليوم إذا بناخذها من الناحية البيبلية يعني مرغوبة يلي ما كان هو بعداد الرسل 12
بده يحكي عن هالحدث برسالته إلى التسالونيكي، وبده يخبر عما قام به يسوع في العشاء السري، وبيوصف كيف بيكون القداس. خذوا كلوا، خذوا اشربوا. مبدأ ثاني أو عبارة أخرى ليشرح فيها القداس. بعدين الأناجيل بدهم يذكروا، بس بعدين لاحقا زمنيا الأناجيل كتبت بعد ما كان كتب القديس بولس رسائله وأشار إلى هالحدث التأسيس للقداس. فإذا الخدمة، القداس، سر الإفخارستية، اصنعوا هذا لذكري. ما بتقدروا تعملوا خدمة وتكفوا فيها إذا ما كملتوها بجسد الرب وبدم الرب. من هون التقليد عندنا بكنايسنا بنناول تحت الشكلين، جسد قرباني والدم، مثل ما بتشوفوا من غبطة من ناول. هلا عند غيرنا بتشوفوا أنه بيضيفوه بالملعقة، بس كلها إشارة ذاتها أنه عم نتناول من جسد الرب ومن دمه. هو زبادتنا، زبادة الطريق بهالحياة، وهو أكبر شكرا بيقدم الإنسان بالمبدأ المسيحي إلى الرب. العملية الثالثة بعد الخدمة وبعد سر الإفخارستية في الشراب، وكل هؤلاء مبادئ للحب المسيحي. لما بنقول تأسست الإفخارستية بالقداس على الخدمة، مباشرة بدنا نوصل إلى تأسيس الكنيسة، كنيسة الجماعة كلها. والكنيسة ما بتتأسس إلا من كهنوت المسيح، هو الكاهن الوحيد، ما في كاهن إلا يسوع. نحن نأخذ من كهنوتنا، وعم نعمل شيء لطلب اصنعوا هذا لذكر. وهالكهنوت هيدا بده يضرب الرسل، بطرس يلي لعبوا الأناجيل لعبوا دور أساسي، ويلي يسوع لعبوا دور أساسي، كانوا زعيم الرسل. ومثل ما شفتوا هو اعترف، ما بيجوز انت تغسل لي اجريك، هيدا شيء حمي. شفتوا جواب يسوع؟ اذا بدك تفوت على ملكوت السماء، اذا بدك تدخل مع المسيح وبسر المسيح، بدك تمرق بالخدمه، وبدك تمرق بسر الافخارستيه، وبدك انت تكون مسؤول عن الكنيسه. يا بطرس انت زعيم، يا بطرس داخل اخوتك، وهالسلطه اليهوديه بدها تجينا من المسيح بواسطة بطرس، لأنه كل تأسيس الكنائس الرسولية تأسيس بطرسي مش بولسي. إن كان كنيسة أورشليم، إن كان كنيسة أنطاكيا، ونحن أنطاكيين بغالبيتنا، لسبب بتشوفوا حد اسم بتركنا دايما بطرس، هالاسم الثاني لأنطاكيا ولبقية الكنائس بنفس الشيء. إن كان إسكندرية تلميذه لبطرس يوحنا مرقس، هو يلي بده يأسس كنيسة إسكندرية. بعدين كنيسة القسطنطينية الرسولية بده يأسسها شقيقه أندراوس، هو شفيع القسطنطينية، بس يمد بصلة أساسية إلى بطرس كونه شقيقه. وروما بطرس وبولس اثنينهم بدهم يعصرا، بدهم ينعصروا على يد بيروت، وبدهم يقدموا شهادتهم الاستشهادية إلى الله. فإذا هذا من ناحية المدى اللاهوتي، اليوم إذا يوم مؤسس للكنيسة. هلا أحب أنتقل إلى مستوى آخر، مستوى الكهنوت. مستوى الكهنوت يلي كمان بنلاقيه بالخدمة، بنلاقيه بالإفخارستية، بنلاقيه بسر الكنيسة. نحن اليوم بأبرشيتنا الجديدة صار عملنا 3 سنين وطالعين بالرابعة، محتاجين لكهنة. حتى حضرتكم ضلوا مستمرين بهالبلاد، ونجزل حالنا بهالبلاد، وما نتخلى عن جذورنا وعن أصالتنا. ولا سبب تشوفوا الدفيز يلي وضعنا أصالة ورسالة، عندنا أصل بدنا نضل محافظين عليه، أصل أنطاكي، أصل سرياني، أصل مشرقي، أصل انفتاحي. ولما ننتقل بأي وننتشر بأي منطقة بالعالم،
بدنا نجرب نضلنا محافظين على هالاصاله، لانه بهالاصاله هويتنا. نخسر كثير اذا جبنا بكل المطارح اللي بنكون موجودين فيها. صرنا موجودين بالقارات الخمس، واذا في وحده زيت سين كمان بيكون موجودين منها. ولهالسبب ضروري نضل محافظين على مشرقيتنا. حاليا كنايسنا المشرقيه كلها بخطر، كنايسنا المشرقيه بمهدده. ضايعين، ما في حدا بيقدر يعطينا جواب شو بكره؟ كيف بده يكون بكره المسيحي؟ بس بكره المسيحي نحن عارفين انه بده دائما يضل مع المسيح. ونحن بنضل عارفين انه بالكنيسه عامه يوم الجمعه العظيمه هو يوم طويل. ويوم خدمه الاسرار هو يوم طويل. وعارفين وصار لنا 100,000 سنه عايشين بهالخبره هي ومستمرين فيها وشاهدين. دمنا نهرق على ارض الشرق، شهداء كتار ماتوا قبلنا وشهدوا للمسيح قبل ما نحن نموت. لما بتراجعوا تاريخ الكنسه بتشوفوا قديش الناس وقفوا شهدوا للمسيح، وبعدهم عم بترافقوا لليوم قديش الناس بطلوا يخسروا كل شيء عنهم، املاك وشو ما بدهم، من تراث من اي شيء، تركوا كل شيء ليحافظوا على نتفه الايمان. وهي تقديم لكل العالم، لكل العالم المسيحي وغير المسيحي، انه متمسكين بوعده ليسوع المسيح بمعموديته. وهيدا امر ما بينقاش بالنصره، هيدا امر كثير عميق بنسب الايمان المسيحي. فاذا نحن رايحين لوين بهالايمان؟ عندنا رجل كثير كبير على يسوع وما منغير وما بيسوى نغير. هالرجا بدنا نضل نحن نربو لاولادنا لاجيالنا يلي عم تنزرع هون. وهون دوركم ابائكم وامهاتكم اخوتكم، دوركم نضل مكملين بهالتراث يلي نحن عشنا ووصلنا له وجينا عم نزرعه ببلد، لكن بدون ما ندخل بتقوقع على زيتنا بننفتح، لكن بنضل كمان مستمرين بلتورجيتنا وبتراثنا. هيدا ضمانه كثير كبيره لمسيحيتنا المشرقيه. الموضوع الثاني بهالموضوع هو بانه علينا دور نشتغل ليلي بعد الباقيين بالارض الاصيله. نحن في عندنا دور كثير نلعب، وهالدور بده يتبرر اتباعا، بدنا نكتشفه، بدنا نشوف كيف نحطه موضع التطبيق. كلنا متفقين على هالشيء، لكن اللي ناقصنا اليوم نعرف كيف بدنا نتكتل ونساعد بعض ونقدر نساعد القضية الكبرى، أنه لازم نضل موجودين في هالأرض المشرقية، الأرض اللي مشي عليها المسيح واللي اختار أنه يتجسد فيها. كان غير مطرح لو ما هالأرض المهمة هلا. دعائي لكم بهالأيام المباركة، بهالمسيرة الروحية اللي عشناها معكم بداية الصوم لغاية يوم الأحد القادم، عيد القيامة، العيد الكبير عندنا، أنه نكون استفدنا شوي ولمسنا يسوع بأي طريقة اللي كان. هالمسيرة الروحية بتعطينا ضمانة لإيماننا وضمانة لحياتنا. والإنسان ما عنده إيمان، إنسان تعيس. بعلمونا بهالإنجيل أنه جنبنا علامة فرح وديانة فرح، كلمة إنجيل إيفانجيليون فرح، بشارة صار. منحب نعيش فرح، نحن ديانة ما منحب نكون متجاهلين ومعبسدين وما بعرف كيف. هالفرح بدنا نترجمه بأعمال خيرية بين بعض البعض. بأعمال نقدر نوقف حد بعض البعض، وأنا شاهد بخلال هالثلاث سنوات على حضور حد بعض البعض بالأفراح وبالمقابل. بأي مناسبة اللي كان عم بتشارك، وهيدا أمر كثير منيح، ونحن مميزون. بسمع كثير أنا من المسؤولين يلي بيقولوا لنا مميزين حضرتك. وما بدي فوت بهالقصة كثير، ما بنلاقي مسجون من عندنا إلا ما ندى. يعني نحن طبقة معينة من هالناس بنحب القانون، نمشي بحسب النظام، نمشي بحسب الإيمان، وعايشين بهالسماء يلي موجودة مبدئيا فيها أمان، لكن مثل ما شايفين وعم نعيش بهالأيام القلق يلي عايشين في خطوطنا الفرنسية. يمكن هن عايشين قلق أكثر منا لأن نحن عشناه وصار عندنا مناعنا وعنا تجاه الأمور هي. نحن بنثبتها وبنشتغل من شان القضية الكبرى، قضية الحرية. ضع
ضلوا محافظين على حرية انتمائاتنا الدينية وحريتنا باختيار التربية اللي بدنا إياها وحريتنا بالاستمرارية بهالحلم. بقى أنا وياكم نصلي بعيد بالواشد الأول كل الكهنة، كهنة طب رشيدة، وبصلي أنا وياكم. إذا بدنا نضل موجودين هون بدنا نضل عندنا كهنة، والكهنة ما فينا نستخدمهم من أي مصدر. لبنان عم بيصدر كهنة بس بده يطلع الكاهن من هون. الكنيسة الرعية لما بتفرز كهنتها بتكون رايحة على الانهيار. نشكر الله ونحمد الرب جدا أنه في عندنا دعوة عم نشتغل عليها، وهل قريبا بهالسنة بيصير عندنا رسالة أو رسالتين، والسنة اللي بعدها كذلك الأمر. نشكر ربنا على هالنعم يلي عم يودينا إياها لخدمته. لكن بتوجه لهالرسل اليوم إله المساج السوسي، لما ربنا نلاقيكم تكونوا هلا على هالأرض بظروف معينه، بوصف بفادي بغير طريقه الشافي او غير ذلك، بس في حدا، في حدا دفعكم حتى تجوا توصلوا له. يعني انا صرت حتى ما يكون يطلع شي دعوه. ليش لا؟ اذا كان ربنا حاطط عينه على اي انسان باي عمر اللي كان بيقدر يحقق دعوه، لأنه بتدخلوا على الخدمة، بتدخلوا على الأفخارستية، وبتدخلوا على الحب الكبير يلي هو الكنيسة يلي مجسد بالكهنوت، بتصيروا شركة مع المسيح بالكهنوت. بقى هذه الصلاة أمنيتي، إذا في عندي أمنية صليها اليوم، أنه من رعيتنا من أبرشيتنا يلي هي على مدى كل فرنسا إضافة إلى 16 بلد بأوروبا مسؤول عنه، يلي كمان كلهم صوت صار بدنا كهنوت لا يعيب الشيء اللي عم نعيبه نحن وياكم. تتخيلوا انها في مسيحيين موارنه ومشرقيين محتاجين لكهنه بهالبلاد الاوروبيه، ما في حدا يعملهم ابدا. وبيطالبوا بس ما عندنا فوتوكوبيه للكهنه. لهالسبب بدنا نصلي انا وياكم حتى بهالايام القادمه، السنين القادمه، يقدر ربنا يعوض علينا هالنقص. بس بدي افوت كمان بباب الكهنه لو اخذتكم نتفه. بتعرف قديش بده لواحد يعمل فوري؟ هلا كهنه شايفينه قدامكم من هون كم سنه حطوا من عمره درس وتنشئه وتمرس على الامور الدينيه لنوصل نرسم شخص كاهن. يعني بدنا نعمل دروس العاديه للبكالوريوس وبعدين نفوت اربع خمس سنين فلسفه ونكفي بعد منها اربع خمس سنين ست سنين ليهود، نعمل سنه عاديه تنعرف كيف نخدم وكيف نبخر وكيف نشتغل هالامور، كيف بدنا نوقف قدامكم ونحكي، كيف نحضر حالنا لبعدين نجي نقول بدنا نعمل هالشخص كوري. هيدا بالمدى الابرشي، بالمدى الرهباني اكثر واكثر. عند اخوتنا اليسوعيين قبل 10 15 سنه لما بينضجوا الشخص تماما تيقدروا يقولوا له بنرسمك او ما بنرسمك. بقى هالجماعات يلي ربنا بحط عينه عليه عنده مسيرة طويلة، وتأكدوا أنه البركة بتحل عليه وبتحل على عائلاته. أنا لما كان عمري كوري وشفته كيف أداؤه ما كنت صديق بالكوري، كل واحد منا دعوه. نشكر ربنا إذا على كل نعم يلي بيعطينا إياها، وهيدي النعمة يلي بدكم بطلبها اليوم بكل حرارة حتى من بيناتكم من بين أولادكم. إذا أعطوكم إشارات أنه بحبوا يعملوا كهنة بقى اعتبروا حالكم أنتم أسعد الناس، لأنه بتكون ربنا دخل مباشرة على بيتكم من شان الخدمة العاملة، من شان الحب الكبير، من شان الحب الزوجي موجود، لكن الحب الكبير دعوة كمان لخدمة الجماعة الكنسية على خطى والاقتدار بيسوع المسيح، وهيدا الهدف. بقى أنا بقدم هالقداس إذا على هالنية وعلى نيتكم جميعا العائلات الموجودين معنا، وبصلي خصوصا على نية المرضى وهم كثر يلي ما عم يقدروا يجوا يشاركونا بصلواتنا ورتبنا. بقى بنشكرهم كمان مسمرين على صليبنا على سرير الألم، لهم حق كمان شوي بصلاتنا لأنه هالرسالة هي للجميع اللي بيقدر يحضر يلي كمان ربنا بيده. وهالأسبوع مثل ما بتعرفوا عينا القديسة رفقة اللي هي شفيعة الألم بهالقرن العشرين واحد وعشرين، كذلك الامر ننتهي على نطلب شفاعتها حتى تساعدنا لنحمل كل واحد منا صليبه. ما ربنا ما رح يجيح من صليبنا
بدي قلنا أنا حلت من الصليب، يلا تفضلوا امشوا خلفي، هذا هو الصليب. وخلاص، وإن شاء الله بتكون كل عيد وكل فصل مبارك عليكم جميعا. آمين.